والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظني اليوم اللي كان عليه طلب كنتوا تبون مدينة في ليبل. سويت كم شغلة برا التسجيل طبعا. القطار هذا لو تذكرونه مديت الخط لين ليبل ومديت شارع وشرحها. شو سويت فيه؟ غيرت سرعته الى 120. ليش؟ اساس الناس تجي من هالدرب هذا يكون سريع. وسوري مديت سكة قطار من هني من الرويس وسويت من الرويس دوار كبير. هاي دوار ضخم يعتبر ترى. سويت دوار ضخم لان عندنا نحن مساحة جغرافية نقدر نستغلها كبيرة. وهاي جزيرة هاي عندي لها افكار بني لها هاي ان شاء الله. ومن الرويس تدخل لمدينة الجبل. الجبل هاي موضوع طويل. الحين شو بسوي؟ انا مديت شوي شغلات كيف الامور تمشي كيف هاي السوالف، بس محتار في الثيم اللي امشي عليه. هل ابقى احط خطار؟ بس محتار كيف افضل طريق ان الواحد يحط خطار فيه، ولا شو احلى خطار نحطيه. شكل اخر شي بحطي هذا جميل. خلينا نحطي واحد زين. هاي عادي الارض مو بسيدة اصلا، فلازم بيميل شوي معي. الارض مو بسيدة. مدينة ليبل هاي بتسوي لنا ازمة في شو كتشكيل. التشكيل مو بيكون سهل وايد في المدينة هاي. دقيت التاب بالغلط الحينة وراح اتعلق الصورة. ايوه بالضبط كنت عارف. انزين فالحين شنو بنسوي؟ الخطة الاساسية نمد خدمات اساسية في ليبل ونمد القطار بطريقة القطار يروم شو ياخذ يوتير. شوفوا تقاطع قطار. بس في شيء غلط هذا الخطار. شو هلا كرهه اليوم ابغى اي اسوي شويه امور يخرب علي الكيم. ما ابغى هاي ما تنفع. فشو بنسوي؟ بنعبي تحت رمل وبنبني معباي. وإذا بنينا معباي مفروض ان روم ندك لك، لكن ما فيش اسمه مفروض ما يستوي. لا ما بقدر احط النقطة هاي. شوفيني مع الاسكيبر اليوم لان هذا ممكن انزله. لحظة اخلي منطقي شي منطقي اكثر. الحين شوي الشارع لكم عليه. فالستيج مايل ما اعرف امشي على الحال هذا. شو الدري ماستروم تنزل تطلع تسوي. الستيج نفسه مصيبة. بس هذا يكون موقع المدينة. المدينة بتكون على هذا الامتداد تقريبا. يمكن اجيب شوي منها هني. بس محتاجين للمدينة شو صناعية. يمكن الصناعية احطيها هني او ممكن نحط الصناعية نفسها هني. يعني نمد شارع منها ونحطي. الحين خلنا في المدينة نفسها. المدينة نفسها شو تحتاج؟ المدينة نفسها تحتاج مركز شرطة. حلو. ونحتاج عند مركز الشرطة يكون دكان. ليش دائما الشرطة ملزوم في البيوت عندنا؟ وبما ان نشتغل مركز شرطة ابى احطي مماشي بحط شوي حدائق. نغير جو شوي اللعبة. ما عاد ستاربكس الفاشل اللي الحين قاهر بيترى على فكرة. حطي باركنات قدام مركز الشرطة. حد يجي مركز الشرطة يقدر يباركن. والأرض شوي بتسوي لنا أزمة بسيطة، لكن في نفس الوقت شو بتسوي لنا؟ لكن في نفس الوقت بتسوي لنا شيء حلو اللي هو ايوه هني ابى احط عمارتين ثلاث ودكاكين
بتسوي لنا أزمة بسيطة، وفي نفس الوقت راح تسوي لنا شكل جميل، ونبني عندهم عماير، 3 عماير بيوت، 4 5 6 7، نبني عند البيوت عمارة عمارتين. هالشارع بيكون زحمة على فكرة، هالشارع بيكون زحمة من الخاطر، ابدا ما راح يكون هين. ونحط عنده الاماكن هاي، موصل ولا سولر بالاحرى، شوف كهرباء، كهرباء هني وكهرباء هني، اذا احتاج دوب يشبكون في شبكة واحدة. نحن الحين ماشيين على السولر في كل شيء ترى، الكهرباء والماي ماشيين على نفس الاولية، تذكرون المضخة الاولية؟ بس لو تذكرون هني شو صار، استوى عن الناس، استوت الناس تمرض، سوري، فالناس يوم بدأت تمرض غيرنا هني، كان في ريسايكلينج سنتر يسوي تلوث، والتلوث اذا تذكرونه خلاص راح، يوم حولنا ريسايكلينج سنتر خذ منه وقت شوي بس راح، بس هني عندنا التلوث 1000. وزدت المنطقة هاي، انتم مش موجودين كنتوا ولا ما سجلت الحلقة، والله مستفيدين من المساحة، حاطينهم تناكي، مصانع صغيرة هاي، نايس نايس الصراحة نايس، يفكرون هم شوي يفكرون، في عندهم تفكير حلو. شوفوا الحين في عماير هني، بس العماير لازم يكون هني قيمة الأرض أعلى، المهم ما علينا. إذا أنا أبى داوم في عمارة، واحدة من الشغلات اللي بطالعها باركن، أبى باركن، أبى الناس تداوم هني، إذا الناس بتداوم هني محتاجين باركنات، الناس بتداوم هني محتاجين أكشاك، محتاجين شيء، محتاجين بشكل عام أماكن حلوة يعني، مطاعم، تداوم ما في مطعم تتعب، وين تطلب اكل؟ يعني مثلا كافتيريا رفيق تجيب 2 شاورما، 2 لحم ناشف، كراسي مو مشكلة، يدبرون عمرهم كيف يحطون كرسي، مشكلته ما عليه مو مشكلة خلو، بيدبرون عمرهم يعني مش قضية. بس هني مفروض عندي في عندي شغلات وايدة حق الكروس، المفروض عندي شوية امور اسويها. شوفوا عمار قامت تطلع، مدينة صغيرة هني، وابا اسوي هني منتجع، هذا المكان يقول لي ارجوك سوي لي منتجع او مدرسة وعيادة، ما اعرف، نتشاور على موضوع عيادة بعدين. عندها هيل ممكن نسوي عمارة تصدقون، بس العمارة هني سالفتها طويلة، ممكن نسوي عمارة لكن الرادار هني مكان حلو حق الرادار، فنمتد هني او هني، ممكن نسوي هني الرادار مثلا حق المطافي، وممكن نسوي وايد شغلات ثانية بعد، بس حبة حبة. الحين العيادة بخليها بعيد عن الشرطة، وباها في شارع ثاني على اساس توزع الزحمة شوي، وزع الزحمة. الحين شنو بقى، خلونا اشتري هالارض هاي اللي هي هذي وهذي، بس يبال، بس بشتري يبال، هاي اليبال بعد مصيبة نوعا ما، لأنه بضيع مساحة، مو مع إني ممكن أنزل تحت بعدين أمد المدينة، وعندي هنا مدينة كبيرة. خلنا نشتري هاي، ونشتري مو هاي 41000، استوت عندنا مساحة، أروم أتفاهم مع المساحة هاي، أروم أبني هاي واي لين هني، أسوي لي الصناعية هني. هني لازم هاي واي الصراحة، شكله لازم هاي واي، لازم هاي واي،
ما الهاي واي اصلا. انزين الهاي واي بيكون بيمر من وين؟ افا ليش؟ اوكي ما سويت بتاع الزيرو بعد. شوفوا الهاي واي هذا يتوصل في وين؟ في المدينة مرة دايركت هاي واي هذا لين بعد خطين ويدار ندل عنهم في الهاي واي. هاي شو الكسرة هاي؟ اوكي hey, wake up. اوكي حلو وايد حلو. هاي صناعيتنا بتكون، بس انا متأكد سرعتها مو بعيبتني. انا متأكد ان ايوه بالضبط ابو العالم من تطلع تنفخها خلاص خطر مو بخطر، ينقعون ما ينقعون مشكلتهم، خليه يتعلمون يسوقون. نسوي لنا هاي خطر شوي بس بعد مش عايبني. خلني اشوف اذا غيرت السرعة وغيرت الشارع، هل سرعة الشارع تتغير ولا ما تغير؟ خلاص خلصنا، خلي نسوي كامل. ابو الهاي واي الثاني اللي هو من غير حواجز هذا، لا هذا ون واي، هذا سوري ايوه، ابو يكون مكان شكله خطر احلى. رافعين الشارع فوق رفعة الشارع، ايوه شوف شوف شكله دمار هذا، هاي شكله ابو الحوادث. شوفوا يرد غير سرعة الشارع، خلوهم يا خلوهم يا، مش سيء ترى يعني على فكرة يعني، بس شوفوا المنظر، هل الصناعية بيكون عندها منظر مش طبيعي. والله حرام اسوي صناعية هنا صراحة، اذا بسوي صناعية خلنا الف الهاي واي يسار واسوي صناعية اقول. بس صراحة شارع هذا مشروع، هالشارع هذا انزين، لا بنسوي صناعية خلاص، مش مكبر مساحة يعني، نسوي صناعية يعني. أبغى أسوي، ما نبغى صناعية كبيرة يعني، نبغى شيء حق المنطقة بس، ما نبغى حق هذا. أول هاي واي هذا مفترق الهاي، ها بيستوي مش زحمة، أبو الزحمة. تعرفون شو أبو الزحمة؟ استوى ضباب. أشوف شو السالفة. أوكي هذا هاي واي، بس ال هني ما بحط شيء، لو حطيت شيء هني احس اني راح اتوهق، فعلا فعلا راح اتوهق. خلنا نحط هني مشروع وات ايفر ات از، مفروض ان الصناعية تستهلك كهرباء اكثر من غيرها. هنحط لها سولار على اتجاه الشمس اللي هو اتجاه الشمس مالنا من هالاتجاه الشرق. خل الناس تروح ترد، خلهم ياخذون مسافة طويلة مو مشكلة. لكن لحظة انا اتكتك، اوكي انزين والله بسرعة بنو في احتياج على الصناعية بشكل جميل. منو بيع الخط هذا؟ بشوف حد بيجي لحم، ما في حد. أروم أمد جنب قطار، إذا أمد جنب قطار بيكون مشروع خرافي. تعرفون شو خرافي؟ مدري ماي هاي اكثر ناس ملوثين ولا مستهلكين للمي، حاطينهم في منطقة انا مرة على كيفكم. بسوي المدينة شوي هاي اكبر من باقياتهم يعني. هذا هاي واي انا نزل لين هني، في منطقة ترفيهية جامعية في الوسط،
نسوي هني عندي مكان حق دكاكين هني، ابي احط دكاكين هني دكاكين. تذكروا هاي المكان مشبوك بهاي واي طويل عريض يعني مش بسيط، والله زحمة زحمة زحمة، لكن دوار هذا مشروع ناجح. شوفوا جدا ناجح مشروع دوار والله. زين نرجع لين هني، محتاج مطافي. مطافي حطينا صح، حطينا الشرطة ما حطينا على اساس ان احنا حاط شرطة اشوف هيوصل للصناعية. كفو عليه والله. نحط دوريات هني، طبعا نص المدينة منها مركز المعاملات، حد عنده معاملة حد عنده شيء بيخلص شيء بيسوي شيء يكون قريب. هني بنبدأ هذا شو عماير، بس هني صوب البحر تومية يعني اللي من البحر شوف من تحت يوه شيء عماير فوق ورا كله بيوت. نحن بشكل عام عندنا نقص في الخريطة شو سكان ولا عمال في بعض الأماكن. أنا معتمد على أساس إن العمال شو يسوون، ينتقلون من مكان لشو لثاني. العمال ينتقلون عن طريق القطار الحين، يركب القطار هذا يروح مثلا رويس يسوي يداوم أسبوع بأسبوع. لحظة أنا هني لازم أحط محطة كوارث، خلاص طفح الكيل. وينه هذا فير هاوس نبانحن مركز استعداد للطواري اللي هو هذا، لان نحن عندنا وايد طوار وايد مشاكل في الصناعية. بنحطي وين قريب الصناعية، وبنحطي الاريا الماله وين في نص المنطقة، يغطي المساحة كامل. بس اذا عنده شي خليه يتكلم الحين، خلنا نشوف هذا الهليكوبتر قام. ايوه زين طف طف، هذا بيحرق لنا المدينة. ما يسوي الرسبوند الخايس. رفع ما في حد بيطفيك يا صديقي. نعم بطفيك غصب اليوم، خلاص صفح الكيل. الهليكوبتر ديبوت عند البترول. حبيبي البترول هذا ما تمزح وياه، حبيبي البترول هذا ما تمزح وياه، فلوس فلوس. شو الهليكوبترات بتقوم الحين؟ صار مكان ثاني الخونة، وين سايرين؟ بس فنان والله اذا بيستجيبون حق مدن ثانية. بس ليش انا عندي هذا اذا ما قاعد استعمل له هليكوبتر ولا شيء؟ عنده مي يوت مي دبل لين بعد، لين واحد مش شغال اصلا. ان شاء الله بيستجيب للكوارث. زين هذا كانت حلقتنا الاولى بالنسبه لمدينه الجبل ومشروع شوي بيطول، فاشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. الحلقه وقتها ما يكفي حق مشروع الجبل. والسلام عليكم ورحمه الله.